الحضارة الأمازيغية واحدة من أقدم الحضارات عبر التاريخ اللي مازال محافظة على رأسها إلى يومنا هذا، والسبب هو أن هذه الحضارة زوينة وناسها زوينين، والسبب هو أن ناسها زوينين وهذه الحضارة حافظت على رأسها وما جيش عليها أنها تضارب مع شي حضارة أخرى، هذاك الشيء اللي خلاها تبرز المكانة ديالها لحد الآن. في نفس الوقت قدرات أنها تعيش مع جميع الحضارات اللي كاينين في المغرب 3000 سنة وهي عايشة ومازال إن شاء الله تزيد تعيش أكثر. وجاء الإسلام فعاد الأدارسة والأمازيغ رحبوا به وعاشوا معه. حاليا في المغرب أكثر من 15 مليون أمازيغي متواجد، كاين اللي أمازيغي قح 100% وكاين اللي غير كيفهم الأمازيغية وكيهضر بها. المغرب هو اللي فيه اكثر نسبه في العالم ديال الامازيغ، وتقريبا حتى الناس الاخرين اللي ماشي امازيغ اللي متواجدين معنا في المغرب ما غاديش تلقى شي واحد اللي ما فيهش شي عرق اللي هو امازيغي، لا من اللباس ولا من الهضره ديالو ولا من التعامل ديالو. عن تجربتي شخصيا والمناطق اللي اكتشفت اللي كاينه في بلادنا في المغرب، المناطق الامازيغيه اللي اكتشفت ومشيت ليها، صراحه الناس ديالها كرماء وبساطة، وواحد اللي كتلقى فيهم واحد التعامل اللي صراحه كيدل على الكرامه والروح الداخليه اللي فيهم. شخصيا كنامن واحد الفكره انك الا بغيتي دير شي حاجه وتطول فيها وتمشي فيها بعيد ضروري ما ترجع للاصل ديالك، تبداها من الاصل ديالك. لذلك ان المغرب كنظن ان ما خصوش يفرط في الركائز ديالو اللي هما الامازيغ وحتى العرب وبزاف ديال الحوايج، غير هو كيخص ضروري تكون ديك اللمسه الامازيغيه. تحياتي لكم، بغيت نقول لكم اسكاس يفولكين، السلام عليكم.